السلام عليكم، حياكم الله في الحلقة الرابعة من برنامج جديدنا أوتسان. عندنا اليوم أخبار متنوعة عن تويتر، الفيسبوك وإنستغرام لمحبي التصوير. وأخيرا أصبحت اللغة العربية متوفرة بشكل رسمي في تويتر، ويمكنك تغيير واجهة موقع تويتر إلى اللغة العربية من إعدادات الحساب. نتوقع الآن بعد إطلاق النسخة العربية من تويتر ارتفاع عدد مستخدميه بشكل كبير. وأيضا أعلن الحساب الرسمي الخاص بالواجهة البرمجية لتويتر عن وصول عدد التطبيقات إلى أكثر من 1.5 مليون تطبيق. وصول عدد التطبيقات إلى هذا الرقم يحسب لتويتر ودليل على نجاحه. جوجل تقوم بإطلاق التحديث الجديد لشكل موقع اليوتيوب، حيث أعلنت جوجل بأن الشكل الجديد للقنوات متوفر لجميع أصحاب القنوات. وتتميز الصفحة الجديدة بتوفر إمكانية كتابة التحديثات لمتابعي القناة، عرض مقاطع الفيديو التابع للقناة بشكل جديد، وإمكانية عرض آخر تحديثات القناة سواء لآخر مقاطع الفيديو أو التعليقات المنشورة في القناة في مكان واحد. تطبيق إنستغرام الذي يعتبر من أنجح تطبيقات مشاركة الصور وأجملها تجاوز حاجز 25 مليون مستخدم وفقاً لآخر التقارير، بعدين كان 16 مليون في شهر ديسمبر الماضي، ونتوقع وصوله إلى رقم أعلى من ذلك بكثير بعد إطلاقه على نظام الأندرويد. بما أننا تكلمنا عن الشبكات الاجتماعية كلها، لازم نذكر فيسبوك. الفيسبوك أطلق بشكل رسمي برنامج محادثة لنظام الويندوز 7. يمكنك تجربة هذه النسخة من خلال زيارة الصفحة الخاصة بالبرنامج ثم تحميل التطبيق مباشرة على جهازك وبدء استخدامه. الرابط موجود في الأسفل. هل ستستعمل محادثة الفيسبوك بشكل أكثر بعد صدورها على الويندوز أو لا؟ اترك تعليقك في الأسفل. كان معكم طارق تخيل، وشكرا للمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم، معكم أخوكم سلطان القحطاني. أقدم لك اليوم نظرة سريعة للهاتف المحمول جالكسي نيكسس، واحد من الهواتف المحمولة الجدا مميزة. ليش؟ ببساطة لأن الهاتف تم تصنيعه من شركة سامسونج، وأضف على ذلك أنه الدعم الرسمي والمباشر راح يكون عن طريق جوجل، كما أنه يعتبر من أول الهواتف المزودة بنظام الأندرويد رقم 4 أو المعروف باسم آيس كريم ساندويتش. طبعا بالنسبة للمنافذ اللي يحتوي هذا الهاتف، عندك اللي هو مايكرو يو اس بي، منفذ الصوت 3.5 مليمتر، وعندك زر الطاقة، وأيضا زري للتحكم بالصوت. من الخلف طبعا عندك الكاميرا 5 ميجا بكسل، ومن الأمام 1.3 ميجا بكسل، كلها بإمكانها تصور فيديو عالي الدقة. بالانتقال إلى النظام واللي ذكرت أنه هو من أولى الهواتف المزودة بنظام الأندرويد رقم 4، الشاشة الموجودة فيها جدا مميزة، بمعنى أنه 4.65 إنش تقنية سوبر أمليد، ومو بس كذا، تدعم درجة وضوح عالية الدقة 1280x720، يعني بمعنى بسيط جدا، الألوان، الإضاءة، قراءة النصوص جدا ممتازة في هذا الهاتف. راح أعطيكم مثال بسيط لموقع موجود الموقع الخاص فينا. زي ما تلاحظ أنه يدعم اللغة العربية من ناحية القراءة والكتابة بدون أي مشاكل. بالنظر للهاتف أو بالعودة إلى القائمة نفسها، نجد أن الهاتف سريع جدا من ناحية تنقل ما بين القوائم وفتح التطبيقات. ليش؟ لأن الهاتف مزود 1.2 جيجا هرتز ثنائي نواة، والذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت. هذا يجعل الهاتف جدا سريع وسلس مع النظام. راح أوريكم أيضا إثبات له، وهو قوة التصوير أو سرعة التصوير الموجود في هذا الهاتف. راح أوريكم الآن تصوير. لاحظ سرعة التصوير الموجود في هذا الهاتف في ثانية، يعني جدا سريع، تقدر تصور أكثر من صورة في وقت واحد. هذا كل المعلومات الموجودة عن هذا الهاتف المميز. إذا أردت المزيد من المعلومات، كل ما عليك توجه إلى موقع الاتصالات السعودية stc.com.sa. نشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم سفر عمر البرقان، مدير إدارة اتصالات التسويق بالقطاع السكني. جود هو الاسم التجاري للباقات المدمجة. الباقات المدمجة هي باقات مكونة من الهاتف، من الصوت والصورة والإنترنت من مصدر واحد وفاتورة واحدة. ولعل هذا ما يميز شركة الاتصالات السعودية
في السوق المحلي عن غيره، بالإضافة إلى أنه باقات جود مكونة من جود 1 اللي هو هاتف بلا حدود، وجود 2 هاتف وإنترنت، جود 3 هاتف وإنترنت وإنفجن، وجود 4 هاتف وإنترنت وإنفجن وكوكنت بسرعات مختلفة تلبي جميع احتياجات العمل. يمكنك اختيار السرعة حسب احتياجك، فمثلا جود 2 تقدم لك هاتف وانترنت بسرعات تصل حتى 20 ميج لتصفح مواقع الانترنت والشبكات الاجتماعية وتصفح اليوتيوب بالإضافة إلى الجيمز. أما جود 3 فتتميز بتصفح الانترنت وبالإضافة إلى انفجن تلفزيون التفاعلي من السيسي. لعشاق أيضا الإنترنت والمولتي ميديا وتصفح الإنترنت خارج المنزل فننصح بجود 4 والتي تصل إلى سرعات عالية حتى 200 ميج. لا يوجد تغيير الأسعار، فقط سهلنا عملية اختيار العميل للباقات وأضفنا باقات مثل جود 3 وجود 4 بحيث أنه يتم اختيارها بكل يسر وسهولة. الآن بإمكان عملائنا الحاليين والعملاء الجدد الحصول على اشتراك لمدة شهرين بالإضافة إلى الحصول مع انفيجن على الباقة الأساسية واشتراك لقنوات أبوظبي الرياضية والجزيرة الرياضية لمدة 3 أشهر مجانا. يعطيكم ألف عافية. هل تجيد الأداء؟ There are plenty of reasons to dance. That's mine, Paul. The only way to find out is to try it. اختبر مهاراتك. The boy seeks a higher truth. مع هابي فيلد على إن أفلام، والعرض الأول لهابي فيلد 2 على إن سينما حسب الطلب. إنفيجن.